الأستاذ الكبير مستشار اللغة العربية الأستاذ فتحي فندم. يعني جريا على العادة وجيز الفرح. ده صوت عالي عندي صوت. جريا على العادة وجيز الفرح. أرجو أن أقول رأيي بصراحة فيما سمعت. ما شاء الله. ما سمعته من الأستاذ الدكتور ليس ناقد وإنما هو تقرير لأنه مجهول كاتب. فلا بد من نقد المميز جوانب الضغط وجوانب الجودة. كل ما قاله الشاعر جميل جدا ورائع جدا لا ينفي العقاد نفسه. نقد شوقي بهدله وقال له عباره انت اذكرها تذكرها ايه يا خفافيش الانس اخفيت من السنه اخفى الله نفوسكم المؤمنين يا هوانس بعد اليوم الصوت في ايدينا وجلودكم بمثل هذه الصيام كلها. يعني عاوز اقول ان الشاعر مهما على قدره لابد ان عندي مناطق جيده لا بد ان نعرف ناقد لا بد ان يميز لان النقد تقييم العمل. دكتوره الاستاذه الدكتوره قالت كلام جميل قوي قالت ان هو احسن وابدع بالصور اللي هو بيعرضها. الصوره الفوتوغرافيه لا يمكن ان تقارن بالشعر، الشعر فن لكن الصوره تستاهل الانيه. يعني لا يكفي للشاعر انه يرسل لي صور فيها استمتعت بهذه الصور او ما وراء الصور ما هو شعوره هو بالنسبه لهذه الموضوع. أنا أشكر أستاذنا الكبير الأستاذ فتحي، لكن شوقي ولد 1869 والعقاد ولد 1889، يعني العقاد أصغر من شوقي 20 سنة، وكان العقاد عنده عقدة من شوقي، وشايف إن شوقي ده عقبة في طريق التغيير وعقبة في طريق أي نوع من أنواع الـ 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 يعني إيه؟ تحديث الشهر. تكتيك. عشان يشتهر يعمل إيه؟ يشتم في شوقي، يعني كتابه الديوان ما هو إلا سب في شوقي، شاعر المناسبات وشاعر القصر وشاعر المدينة، وده مش نقد يا أستاذ. شوقي لم يرد علي، وشوقي كان كلمة وكان عظمة وكان هرم، لم يحدث أبدا إن هو نزل إلى مستوى العقاد، هات لي قصيدة شوقي بيهاجم فيها العقاد، أبدا. لو العقاد كان عنده ما يقدرش يهاجم العقاد. العقاد كان عنده 20 سنة، العقاد اعتذر بعد كده عن النقد. العقاد لما كان شوقي عنده 40، العقاد عنده 20. عيل صغير بيشتك واحد كبير، يعني لا ليس هناك وجه مقارنه ما بين هذا الموقف وما بين موقف العقاد وشوقي. دي ندوه ثانيه بقى، ندوه ثانيه.